بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاقتباس بتاع النهارده يا جماعه بيقول لك a brave man acknowledges مش عارف انطقها. بيقول لك a brave man acknowledges the strengths of others. يعني ايه؟ يعني الشخص الشجاع، الراجل الشجاع هو الشخص اللي بيعترف بقوه الاخرين. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك مثال بسيط. سيدنا موسى في القران كان بيقول ايه؟ واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبوا. لما كان بيكلم ربنا، فممكن يعني اي حد في موقفه ممكن يقول لي خلاص انا هكلم فرعون، انا جامد، انا هكلم فرعون. لا، سيدنا موسى يا جماعه عشان هو شخص شجاع، زي الاقتباس ده ما بيقول لك، عشان هو شجاع فهو بيعترف بقوه الاخرين، قوه الناس التانيه. عارف ان اخوه هارون احسن منه في اللغه، كلامه احسن منه، افصح منه، فهو اعترف بقوته. قال لا، اخويا هارون افصح مني فانا محتاجه معايا. دايما الشخص الشجاع بيعمل كده يا جماعه. دايما هتلاقي في المدرسه ولا الكليه ولا ايا كان في ناس كده، هو لا انا هعمل كل حاجه، انا جامد. لا، انت مش جامد حرفيا. يعني انا كمحمد ما اقدرش اعمل كل حاجه، في حته انا كويس فيها وفي حته انا ضعيف فيها، فانا محتاج حد يكون قوي فيها عشان اجيبه معايا. محتاج حد كويس في المونتاج فاكلم احمد مثلا ولا حسين ولا ابراهيم، ده كويس في المونتاج، ده كويس مثلا في الاعراب يساعدني مش عارف ايه، ده كويس مش عارف ايه. ما فيش حاجه لما تعترف بقوه الاخرين. ما هو انت لما تعترف بقوه الاخرين انت كده ما قلتش ان انت ميت مثلا ولا لا، انت عادي. ما انت لازم تكون ضعيف في حاجات وقوي في حاجات تانية يا جماعه. ما فيش حد قوي في كله. حاول دايما تستعين بقوه الناس اللي حواليك. طول ما انت بتستعين بقوه الناس اللي حواليك او بتعترف بقوتهم فانت كده واثق من نفسك. انما الناس الفاضيه من جوه، يعني ممكن نسميه هولو ات ذا كور، اللي هو يعني فاضي او فارغ حتى النخاع من جوه، خاون حتى النخاع. الناس اللي فاضيه من جوه قوي دي هتلاقي دايما ان هو خايف يعترف بقوه اي حد. يا حبيبي ما تعترف عادي، هو قوي في الحته دي، ربنا يوفقه. لازم تعترف بقوه الناس حتى اعدائك حتى. فده مش هيقلل منك حاجه، بالعكس ده هيعلي من مكانتك. بس كده، صلى الله عليه وسلم.